المغرب. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب الفرح والسرور، اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ذا الجلال والإكرام، صلاة تنشرح لها الصدور ويتم بها السرور ونبلغ بها محبتك يا رب العالمين ومحبة حبيبك مصطفاك، إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب فينا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا السير على طريقته وعلى منهاجه يا رب العالمين، على منهاج السلسلة الذهبية السادة النقشبندية مولانا سيدنا الشيخ ناظم عادل الحقاني شيخ هشام القباني. اللهم اكتب لهم النصر والسعادة، اللهم انصرنا على أولياء الشيطان، اللهم انصرنا على أولياء الشيطان الشيطان، اللهم انصرنا على أولياء الشيطان زبانية جهنم يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا ولكم النصر العزيز، يا أريس كل مشوق، ويا عز الناصرين، ويا نجاة الهالكين، ويا رجاء السائلين، وعز الناصرين، أريس كل مشوق، لنا من أهل المعروف، واكتبنا من أهل التوفيق يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل.